برنامج برعاية شركة العالمية للتأمين الأندلس الأخضر، وكيل لمنتجات أورو الإسبانية، طيب الأندلس وكيل لطماطم وزيت تاج، وبالمشاركة مع مجموعة الفتوري وكيل لتوكا بابل لتوريد وتركيب المساعد، موناليزا للملابس النسائية، البديل للهاتف المحمول، ADL للملابس النسائية، أوليك كاسيني للملابس النسائية، قهوة تورالدو الإيطالية القاطرة لصيانة وغسيل السيارات، مانجو ماكس للعصائر الطبيعية، دوتشو بلو للهاتف المحمول، الشريف للدعاية والإعلان، منتجات لميس الأردنية، بيلسان للعطور والتجميل، نينولاك حليب أطفال بلجيكي، الملكة للحلويات. الجمال عايشين هنا ولا من الجمال جايين هنا؟ عايشين هنا فراغ. باهي شنو اخبار الجمال؟ تمشوا لها ولا مسيبين؟ باهي باهي ربي يحفظكم. اخباركم كويسه؟ شنو اسم الاولاد؟ همام. همام ربي يحفظولك ان شاء الله. قداش عندك صغار؟ هذا الوحيد. هذا الوحيد؟ جاني بعد 9 سنوات. الله يبارك ما شاء الله، بعد 9 سنوات. بعد 9 سنوات. ما شاء الله ما شاء الله، باهي الحمد لله. كنا نسافر من الله. نعم؟ كله صبر من رفقي، ما فيش بتاع مرة أخوه الثانية ودير لا لا كله ما يمشي. إيه إيه ولا ما يمشي. سامة ها؟ يحبوه العيلة؟ إن شاء الله. باي باي، صار أخباركم كويسة؟ أحسن من سيف عندهم. باي ما شاء الله ربي يحفظهم إن شاء الله. السلام عليكم. أنت تطلع تطلع. لا أنا بقى
في خدمة ولا أنا كابتن يا ولا أنا كابتن ولا إلى ولد بلاد يا ربي يعطيك الصحة غيرنا ما شاء الله معنا عائلة أوراقكم أي خدمة أي حاجة أي كذا أنا سلمك وين تتبع أنت أنا نتبع شرطة عسكرية شرطة عسكرية أحلى تحية للشرطة العسكرية بارك الله فيك ها أعطيهم تحية أعطيهم وريهم وجهك أنا أقول عليك أيوه لا أنا هرجع معك إيه قولوا تحية الشرطة العسكرية والله يا سلام عليكم سلام الله نحييكم أول حاجة نحيي الشعب الليبي ونهنيكم يا ليبيين وما شاء الله أنا مع العبسي وإحنا أنا في نحب الشعب يحبنا وإحنا نحب الشعب منكم فيكم الحمد لله والعبسي ما شاء الله ومأمنينكم ونأمنكم في طريقنا طبعا لجنزور لقينا البوابة بتاع الشرطة العسكرية وقف إيران ما شاء الله الشرطة العسكرية والأمن مشترك مأمنينكم وتنظوه أمن ومان ومشيكم شهر وشيكم سؤال كان سألتك سؤال معطيك جايزة تتوى باي بإذن الله البندقية الكلاشة كده شفاها طلقة فها هي تحمل 31 طلقة محافظة على النابض 28 طلقة يعني قداش كل الخلاصة؟ الخلاصة هي 28 طلقة بمحافظة على النابض 31 طلقة ما شاء الله فيك الصحة أنعم أيوة شو اسمك أنت؟ من ديميني؟ والله يا إن شاء الله بإذن الله إسعافة واحدة إسعافة واحدة مفتاح سالم مفتاح دايح فتيح مدام قلت لنا عن البندقية على خلنا وشد لنا الأمن ما شاء الله بإذن الله حفظنا على حركة السير بإذن الله 100 دينار من فرشيلة ما شاء الله يا فتيح عندك وجبة الفطار باهي فطار ولا غدا بمقا فرشيلة باهي ما شاء الله بمقا فرشيلة عندك باهي نعم فرحان فيك من فرشيلة باهي وشركة القاطرة باهي نعم عندك غسيل من برا ومن داخل وعندك فطار صباحي فتيح فندينا رب يحفظكم ان شاء الله في خدمتكم احنا رب يحفظك وحفظ الشرطه العسكريه ماشي السلام عليكم ماشي السلام ماشي السلام نمشي لبرنامجنا طبعا برنامجنا زي السنه فاتت سفات تاكسي عبسي السنه دي في كل عبسي معنا الفرقه السنه هذه ومعنا زوج شخصيات الشخصيه الاولى اللي هي تطبخ والشخصيه الثانيه اللي هي تطبخ 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 وتطبخ 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 شو صحتك؟ بالصحة معي شو أمورك؟ تمام شو أخبارك؟ أخبار تمام كويسة الحمد لله أمورك باهية تمام الله يبارك فيك بارك فيك شني؟ تمام تركوا معنا ها؟ برنامج راه شو أخبارك؟ تمام والله أنت عارف عليك؟ محمد تروني إن شاء الله محمد تروني إن شاء الله هو اللي قال لي وقفنا شو أخبارك يا محمد؟ تمام والله الحمد لله طبعا هو برنامج راه شرحت أنا اللي عبد الحميد وجوز اشرحت لهم طبعا برنامج مسابقات يا محمد زي تاكسي عبسي لكن كيفك تمام عندكم زوز اسئله المره دي بنضيف سؤال ثالث لان انتم زوز عائلات السؤال الاول عليه مجموعه من الجوائز لو جاوبتوا عليه والسؤال الثاني عليه مجموعه من الجوائز لو جاوبتوا عليه الثالث احنا ديما نديروا فيه تحدي او مغامره لكن المره هذه بدل ما زوز عائلات شوفوا انتم بتغامروا وفاهم بنضيف لكم سؤال ثالث كيف بتحبوا انتم يتسع لمئات الألوف ولا يتسع لطير المنتوف يتسع يا
مئات الالوف. بيت، السؤال يقول بيت يتسع لمئات الالوف ولا يتسع لطير المنتوف. لطير المنتوف، فمن هو؟ يعني بيت طير يتسع لمئات. خليط النحل. خليط؟ خليط النحل. ان شاء الله يا محمد، كيف عرفتها؟ خليط النحل. خلينا نشوف اجابة عبد الحميد. انت قلت خليط النحل. خليط النحل. عبد الحميد شنو تقول؟ يا رب يحفظهم الطلبة، ما راح يحفظهم ان شاء الله. با انت قلت خليط النحل، وانت عشة كيف اشرح لي عليها؟ ايه يعني العشة بتلقط فيها. ايه ها كويس ما شاء الله. ايه ايه استرسل. ايه ما ترفع ما ترفعش طير منتوه. ما اقنعتنيش بالإجابة بتاعك. أنا قلت لك بيت يتسع لمئات الألوف ولا يتسع لطير المنتوف، فمن هو؟ إن شاء الله نقول خليط النحل أكيد. أنت إجابتك خليها على جنب، تمام. ناخذ في حميدة. هي براكة أحمام. براكة؟ كيف يعني كيف تمشي براكة أحمام؟ يعني هم هذه براكة أحمام تتسع لجميع الطيور، ما تتسعش لي تعبد، ما تتسعش لي طير منتوف. لا ما شاء الله. دعونا نشوف الإجابة، إن شاء الله عبد الحميد تكون مجاوب. جاهز؟ إن شاء الله، دعونا نشوف الإجابة. إن شاء الله عليه عبد الحميد، هاي الإجابة. غلط! غلط يا عبد الحميد، دعونا نسمع الإجابة بتاع محمد. خليط النحل. خليط النحل. خليط النحل. دعونا نتأكد الإجابة. صح مزبوط. ألف مبروك ليك يا محمد من شركة لميس المواد التنظيف، ربحت معانا 50 دينار كاش. لميس 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 شركة القاطرة ومخا فرشان اللي أعطاك مبلغ مالي بقيمة 100 دينار. قاطرة القاطرة القاطرة ونزيدو كوبون بقيمة 100 دينار من مانجو ميكس العصائر الطبيعية. مانجو من بابل لتوريد وتركيب المصاعد، عندك 50 دينار ومفتاح الفرش. بابل بابل بابل. شو وين عبد الحميد انت والمجال؟ شكلكم بتولوا للشمال على رجليك. ها؟ غيري معلومات ان شاء الله. لا ان شاء الله باذن الله في السؤال الثاني، احنا مش نديروا التحدي اليوم معاك المدار. تمامه عادي بيتحرك حاجه فيها قوه مفيش مشكله. فيها قوه ايه ما شاء الله. عندنا قوه، عندنا فيها قوه. ايوه صاله وحده. واحد اثنين ثلاثة. تنين حلو وظريف، تنين أكبر، تنين مريح ولطيف، تنين الأمهر. تنين حلو وظريف، تنين أكبر، تنين مريح ولطيف، تنين الأمهر. بوكا 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 بوكا. ألف مبروك فوزت. بارك فيك. هاي نولوا ليفكو ان شاء الله. هاي مرتك ترجي فيك تشجع فيك من بكري. انت خلاص برا خش الغابه، خذ شبش بخش الغابه. هاي ها على خريج الغابه. السؤال الثاني يقول يا محمد ويا عبد الحميد، نحن إخوة من نفس الأم ولكن ولا مرة التقينا. نحن إخوة من نفس الأم ولكن ولا مرة التقينا. نحن إخوة. إخوة هم زوز قول من نفس الأم من نفس الأم ولكن ولا مرة التقينا. من اللي عنده الإجابة؟ يعني أنا أسمع الإجابة. الليل والنهار. الليل والنهار. الليل والنهار. ليل والنهار. عايز اقول يا شباب ليل والنهار. صح مظبوط.
كيف الحل؟ نمشوا للتحدي ولا نغير لكم السؤال؟ ما انت تقول لي سؤال ثاني؟ ها؟ أه؟ سؤال ثاني اجي بسرعه تجاوب معي خيركم لما هي ما بتعرف نمشوا سؤال ثاني ولا نمشوا للتحدي؟ ثاني بارك اصعب من الاول بقى شنو الراي؟ عندكم انتم الراي؟ تحدي كابتن جو بابتل جو عبد الحميد بروزوتي زي تيكين اني هي لا بوتزي اي شي بك لا برتكا اخ بيبرو بيالي برتكا قال لك انت انسان ما شاء الله عندك صحه وربي يحفظك ويعطيك الصحه احنا سعيدين جدا انك انت متواجد معنا في افكو عبسي هو طبعا هندي باكستاني مخلط الام باكستانيه والبو هندي اي تو 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 سي باتيل لا كي تو سي تو باتيل تو ني إيه خبر هسي بكرة ترى تكي كوبوت كوبسك بكرة بيتا صوت كاتو كوسبيل لا تسين ندافع عليك أنا قلت لي ناسر يا رجل بيتا توش تتي توش تتي مني مونوني هربري هند بركتك اتفك بروتو هربتاتاتو تي كمان قريب كلمتك بالهندي جاهزوا ان شاء الله يلا بريداكو ان شاء الله ياسر يا عبد ألف مبروك يا محمد مدامك جاوبت على الزوز لسي لا ما شاء الله في الليفيكو نعطوك جهاز مقدم من شركة البديل للهاتف المحمول اللي هو سامسونج جي 6 ما شاء الله البديل للمحمول نقالتها البديل نقالتها معطول الشريف للدعاية والإعلام الشريف 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 للدعاية والإعلام أعطاكم 50 دينار رصيد كروت مجموعة كروت مش شريف للدعاية والإعلام باهي زادكم حتى هو لكم أنتم هذا مبناتكم 50 رصيدة مش شريف للدعاية والإعلام مجموعة الفتوري وكيل لتوكا أعطاك ساعة فضة توكا 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 هذه لك انت باهي من مجموعة الفتوري وكيل لتوكا باهي ايه جنينة بيلاسان بيلاسان هديل هديل جائزة ثانية مقدمة من موناليزا باهي هاي ونعادل ما بناتكم واحدة لك انت هاي خودي انت باهي منا لك انت هادي موناليزا لك انت ما شاء الله عندكم مجموعة من الجوائز طبعا من شركة لميس اللي هي مواد تنظيف 8 ستيكات طماطم من شركة طيب الأندلس وكيل طماطم تاج ومن الشركة الراعية طبعا الأندلس الأخضر وكيل منتجات أورو الإسبانية ألف مبروك ليك يا عبد الحميد هذه شاشة مقدمة من شركة نسيم وكيل لفوفورايت تمام تمام بارك الله فيك ماكينة قهوة من شركة تورالدو الإيطالية تمام بيحسدوني لما بضحك وبيقولولي اه يا بختك خلاص يا بختك ناس كتير حواليك تحبك واقفة جنبك كل عمري بخاف من الحب الحب لكل أصحابه كل عمري بخاف من حب سرت الحب وظلم
لقيتك غير كل حياتي. ما عرفش ازاي ازاي ما عرفش ازاي يا حياتي. ومن همسه حب لقيتني بحب سؤال. المرة دي سؤال عند ابراهيم بيسألكم سؤال وانتم مركزوا عليه بهي. تمام. سؤال عندك يا ابراهيم تفضل. طبعا السؤال حيكون صعب شوية. ما الفرق بين الديك الرومي والديك الاسباني؟ شو الفرق بيناتهم؟ قالك ابراهيم ما الفرق بين الديك الرومي والديك الاسباني؟ الطعم شنشني؟ لا ما قدرتش طيبهم انا. شو الفرق بيناتهم؟ دقيقة خلينا نشوف الرقم هذا. ما الفرق؟ افتح الباب. قالك ما الفرق بين الديك الرومي والديك الاسباني؟ السلام عليكم. سلام الله. ما الفرق قالك ما بين الديك الرومي والديك الاسباني؟ قالوا لعمكم حاجة. شو اخبارك يا حاج؟ شو اخبارك؟ وين تبي يا حاج؟ انت على خير ان شاء الله. على خيره؟ على الخير ان شاء الله. وين؟ انا نبي شارع عاشور. نعم؟ شارع عاشور. من عاشور. من عاشور. من عاشور. من عاشور. يعطيك الصحة، من وين يا حاج؟ من غراسي وغرع. نعم؟ من غراسي وغرع. من غرارات. سيدي بغرارة. آه سيدي بغرارة. أيوة. دستور. شو أخبارك إبراهيم؟ ما شاء الله. أمور كويسة. طب إحنا في برنامج راه. في برنامج إحنا توا. باهي باهي. باهي. نحطوك بعتالي باهي. باهي. يلا هاي. يلا بري أعطينا السؤال مرة ثانية بكشي عمي الحاج. ركز يا عمي الحاج معاهم باهي. باهي باهي. تمام. ركز عمي نقول سؤال أعطينا الإجابة باهي. باهي حاضر. هاي. ما الفرق بين الديك الرومي والديك الأسباني؟ مفيش فرق. فرق ريش وهي. مفيش فرق بين الديك الرومي مفيش فرق. مفيش فرق. فرق ريش وهي بس. لا في. كأسباني ياباني هذا حرف ياباني. كأسباني بيجي معاهم يا حاج نصوروا احنا. احنا قلنا لكم ما الفرق بين الديك الرومي الديك الرومي والديك الاسباني. اعطيني الفرق يا حاج. مش اسباني. ما فيش فرق. اعطيني الفرق يا بريم سهل. كيف يدن الديك الرومي؟ الله اكبر. يا حاج ركز ركز باهي. ايوه قلنا لهم ما الفرق بين الديك الرومي والديك الاسباني؟ ما عرفوش اجابته. نمشي للسؤال الثاني. نغير لكم السؤال. تمام. السؤال يقول ركزوا هنا. اي شو اسمك يا حاج انت؟ يونس ابو زيد. نعم يونس ابو زيد. يلا يا عمي يونس وعندنا بالكاسب وفؤاد. السؤال يقول حاضر 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 حاضر. هو السؤال قطع تو يا حاج. ركز باهي باش تجاوب وتروح بجوائز لصغارك باهي. تمام. هو السؤال يقول اين توجد حاسة الشم لدى الثعبان؟ اين توجد حاسة الشم لدى الثعبان؟ وتوجد نعم مش الشمس. اين توجد حاسة الشم لدى الثعبان؟ نعم
في اللسان. شو اسمك مرة ثانية؟ القاس. القاس، ايش قلت؟ الخشب بتاعه. وحاجة شنو شافتك؟ ها؟ شنو شافتك؟ لا توجد. لا توجد؟ لا ما يشمش. لا شعري كلهم يشموا يا حاج. كيف؟ كيف عايش هو مال؟ لا توجد. أين توجد حاسة الشم لدى التعبان؟ في اللسان. صح يا بلقاسم، بلقاسم. ألف مبروك يا بلقاسم، 50 دينار مقدمة من لميس والتنظيف. لميس لميس كمانجو نينولا ربحت معنا جهاز مقدم من دوتش وبلو بزاوية الدهمان. دوتش نقال جديد، دوتش نقال جديد، ركب لها شفرة يوم العيد، ركب لها شفرة يوم العيد. دوتش نقال جديد، دوتش نقال جديد. نمشي للسؤال الثاني. دولة عربية لو حذفنا منها آخر حرفين أصبحت اسم لنوع من الشراب الحامض. من عند الإجابة؟ في إجابة ولا فيش؟ ولا غير سؤال؟ في إجابة؟ شو الإجابة؟ السودان. إيه؟ عارفين الحكاية تطلع سودا. 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 يعني السودا لله. لا شراب حامض. يعني حامض. عندك إجابة يا حاج؟ والله النجم. شاد. شاد والله النجم. إيه. شاد ولا ابني؟ شاد؟ شاد والله النجم. إيه. والله السودان. لا أنا قلت لكم دولة عربية لو حذفنا آخر حرفين منها أصبحت اسم لنوع من الشراب الحامض. دولة عربية، آخر مرة بنعود لكم السؤال، لو حذفنا آخر حرفين منها أصبحت اسم لنوع من الشراب الحامض. حاجة تحشيشتك أكيدة الشراب الحامض ولا لا؟ إيه. شنو هو؟ البن. البن؟ أيوه. إيه شنو هي الدولة العربية؟ أيوه. إيه البن. إيه شنو هي؟ لندن. لبنان. ها؟ لبنان. لبنان. شنو نحو منها؟ هي صح مظبوط البن. الدولة العربية شنية يا حاج؟ لبنان. لبنان. دولة عربية لو حذفنا آخر حرفين منها أصبحت اسم نوع من الشراب الحامض. هي لبنان. لبنان. شنحوا منها حرفين تبدأ شراب حامض. إيه شنو هو الشراب الحامض؟ البن. شنو اسمك يا حاج؟ يونس. عمي يونس. أول مرة عندي جائزة ديما الاعتفاء خارج ريفك وباهي. شنو تتوقع جائزتك؟ ها؟ شنو تتوقع جائزتك؟ مش توقع. ها؟ شنو تتوقع مش توقع؟ من السجل المدني. نعم؟ الذهب والله فلوس والله ماني عارف عليك. يا عمي يونس. باهي عمي يونس مني؟ يونس أبو زيد. أبو زيد. أيوه. دولة عربية لو حذفنا آخر حرفين منها أصبحت اسم لنوع من الشراب الحامض شنية؟ البن. وشنو هو الشراب الحامض؟ البن. البن. أيوه. ليلة ذهب. ليلة ذهب. ليلة ذهب. ليلة ذهب. عمي يونس. عمي يونس. ألف مبروك يا عمي يونس، وبحت معانا ليلة ذهب مقدم من الشركة العالمية للتأمين. أعطيها هاي. شكرا. الله يسلمك. 50 دينار كاش مقدمة من لميس والتنظيف. تفضل أعطيك. جائزة ثانية مقدمة من شركة القاطرة ومقهى فرشيل. إيه ومقهى فرشيلة بقيمة 100 دينار. Siete ballabarti, siete ballabarti. Che cosa c'è?
طالما انت ما جاوبتش على السؤال الثاني يا القاسم، وبالنسبه لفؤاد ما دام ما جاوبش على الاسئله كلها عندكم تحدي. واو جاهزينو؟ جاهزينو في التحدي؟ جاهزين. خليك حكم تاعهم يا حاج انت. تمامو؟ تمام. يلا هاي على بركه الله. ريتك بروبر في سيميلان دي ابوكو واتك لك ران كانتي كبير سيكا فهمت شن قال الهندي؟ قال لكم اسرع واحد فيكم بيحفر الحفره وبيوقفها. واحد اثنين ثلاثه حاج انت الحكم ولا ارسل واضح معك سجمة ارسل واضح كيف هي؟ ارسل واضح واضح جاهزوا جاهز مش هسلكي هذا ماي ربي يحضر ترى نشوفوا بالقاسم هاي ترى بالقاسم ديرنا وقفة فيها هاي ترى نشوفوا زي ما تشوفوا بالقاسم وقف ما شاء الله في الصحة ترى اعطينا وقفة انت غادي ترى زي ما تشوفوا مشاهدينا الكرام هاي فرق كبير ما بين بالقاسم وفؤاد. فؤاد كنا تحدي صعب لكن ان شاء الله واللي درناه باهي مجهود ان شاء الله ان شاء الله. بالقاسم ما شاء الله بتطلع للجهه الثانيه الغالب دق ترفاس جماعه الكاف كوره مكي ما شاء الله شتيك الصح الله يبارك فيك. الفايز مين يا حاج ترى من تشوف فيه فايز؟ من الفايز هذا بالقاسم بالقاسم قولهم بالقاسم 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 فيها العبسية هو وصلت الثانية هاي تفضل هاي الله يبارك فيك الله يسلمك الله يعزك هاي تفضل هاي الله يبارك فيك صحيت هاي تفضل هاي هاي تفضل هاي هاي تفضل هاي هاي تفضل هاي اه 10 استكات طماطم الله يبارك الله خذ انت خمسة هم خمسة باهي من طماطم تاعك ماشي بنزيدوك مازال ماشي تمام قول الاندولس الاخضر الاندولس 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 مواد تنظيف من الاندلس الاخضر ليك انت باهي وانتم اقسموا لبعضكم باهي حتى انتم عندكم الاندلس الاخضر باهي مينو لا مينو لا مينو لا مينو لا مينو نينو مينو لا مينو لا مينو لا موناليزا موناليزا اولي قولي بيلاسان بيلاسان توكا 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 تمامو انتم زوز واحده ليك واحده لي هاي توكا توكا ولا توكا شوفوا توكا شنو اعطاك توكا ما شاء الله ما شاء الله توكا ما شاء الله ساعة ما شاء الله ما شاء الله ساعة من توكا ما شاء الله عندك ليرة دبة من العالمية التامين ولا ايوه
ترفع على ردب نرفع الحوش المراع المراع توك ADL ADL دوتس دوتس البديل نقالتها البديل ألف مبروك ليك يا فؤاد ربحت معنا جهاز مقدم شركة البديل للهاتف المحمول آيتل آيتل ألف مبروك ليك يا فؤاد 100 دينار مقدمة من نينو لاك حليب أطفال وبشكوت أطفال أعطاكم بشكوت كان عندكم صغار باهي 100 دينار كاش من شركة القاطرة لغسيل السيارات ومقهى فرشال أعطاك 100 دينار ونزيدوك جائزة ثانية من مانجو ميكس مانجو جايزتك شنية بتاع الحفرة إن شاء الله خير إن شاء الله خير إن شاء الله تتوقع جايزتك هي جبلنا المصور ها من تورالدو تراه شن تتوقع ربحها معانا من قهوة تورالدو الإيطالية 100 دولار 100 دولار ألف مبروك ليك 100 دولار مقدمة من قهوة تورادو الإيطالية تمام بارك الله فيكم وشكرا جزيلا 50 دينار من لميس لمو التنظيف تمام العالمية العالمية وصلنا بكم مشاهدينا الكرام لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم برنامج المسابقات والمغامرات برنامج إيفيكو العبسي برنامجنا برعاية العالمية للتأمين وشركة لندرس الأخضر وكيل لمنتجات أورو الإسبانية وطيب لندرس وكيل لطماطم تاج غدوة نفس الموعد وفي نفس القناة نتلاقوا معكم في حلقة جديدة من برنامج إيفيكو عبسي شركة العالمية للتأمين الأندلس الأخضر وكيل لمنتجات أورو الإسبانية طيب الأندلس وكيل لطماطم وزيت تاج وبالمشاركة مع مجموعة الفتوري وكيل لتوكا بابل لتوريد وتركيب المساعد موناليزا للملابس النسائية البديل للهاتف المحمول ADL للملابس النسائية أوليك كاسيني للملابس النسائية قهوة تورالدو الإيطالية القاطرة لصيانة وغسيل السيارات مانجو ماكس للعصائر الطبيعية دوتش وبلو للهاتف المحمول الشريف للدعاية والإعلان منتجات لميس الأردنية بيلسان للعطور والتجميل نينو لاك حليب أطفال بلجيكي الملكة للحلويات